ما تنساش تعمل لايك للفيديو واشتراك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يجيلك كل جديد. اعتذر مغني الراب مروان بابلو على اللي بدر منه في حفلته على مسرح الاستاد الهوكي بعد واقعة إلقاء المايك على الأرض، ونشر بابلو على حسابه الرسمي على خاصية الاستوري وقال: شكرا ليكم كلكم كل الحب والامتنان، وأتمنى تكونوا استمتعتم بعيدا عن أي تنشنة، أنا حرفيا من غير كل واحد فيكم ولا حاجة. وكتب في رسالة تانية وقال: حابب أوضح إن اللي حصل امبارح أنا بتحمل مسؤوليته كاملة، ليس للفرقة الموسيقية صلة بما حدث، وأنا بتأسف جدا لأصدقائي الموسيقيين وفريق العمل والجمهور كله، وبشكركم على تواجدكم. وتداول عدد من الفيديوهات من داخل الحفل ظهر فيها مروان بابلو منفعل بشدة، وكان بيصرخ في أحد أفراد الفرقة الموسيقية، وبعدها رمى الميكروفون على الأرض وخلع الجاكيت أثناء مغادرته للمسرح، وذلك بسبب عدم مزامنة صوته مع الفرقة الموسيقية، مما جعله ينسحب. يذكر إن ده الحفل الأول لمروان بابلو بعد تنفيذ قرارات المهن الموسيقية بشأن إقامة الحفلات، إن لازم كل مطرب يصطحب فرقته الموسيقية. بالفعل سار على المسرح برفقة فرقة موسيقية، ولكنه لم يتمكن من التعاون معهم.